قريبا. شكرا لك بلال. ريتا معلوف أول خبيرة في العلوم الجنائية الشرعية في لبنان والعالم العربي، مساء الخير. السؤال البديهي الذي يطرح أولا في بداية الحلقة، أي أسباب عم بتأدي هالفترة إلى ارتفاع نسبة الجرائم؟ هل قد يوم إيه يوم لا اللبنانيين بيسمعوا خبرية جريمة؟ مساء الخير، وكمان بقدم التعازي لعائلتكم. أول شيء خلينا نعرف أنه شو هي الجريمة. الجريمة هي أقصى مجال لردة الفعل بالنسبة لغضب أو لخوف. يلي عم بيصير هلأ هو كتير بيسهل أنه ترتكب الجرائم، لأنه الأوضاع الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية والناس يلي عم تنشال من شروشة من بلادها والفقر، يعني الناس عم بتحس انها هي مهددة بالبقاء، ما حاسة انه بتخاف انه يصير لها شيء. بقى عم بتسهل كل هالعوامل انه جرائم تصير. بفهم من كلامك، وما بدي اول كلامك شيء ما قلتيه بدي استوضح منك. قلت الناس اللي بتنشال من شلوشة، يعني ممكن نقول اللاجئين العرب بكل جنسياتهم، او قلتي كمان ايضا الاسباب الاقتصادية والاجتماعية، يعني مثل كأنه قلتي في اسباب داخلية في اسباب خارجية، اسباب داخلية وضع الاقتصادي والاجتماعي عند اللبنانيين، والاسباب الخارجية اذا بدنا نسميهم اللاجئين العرب بكل جنسياتهم اللي ايضا عم بيساهموا العاملين يعني مجتمعين لا ازدياد نسبة الجرائم، أو مش هيك؟ بالمطلق الإنسان عنده شيء اسمه basic needs، يلي هن الحاجات الأساسية. وقت الإنسان بحس إنه ما بقى عنده شيء وما بقى عنده شيء يخسره، ممكن يكون عنده تفكير إجرامي مشان يحافظ على غريزة البقاء تبعه. بيقدر يكون من بلد آخر أو من ذات البلد أو بالعالم كله ذات الشيء، يعني ذات التفكير. رح انتقل يعني من هذا السؤال الافتتاحي إلى جريمة اللي ارتكبت يعني بعكار مع آل حرفوش. ما رح أدخل بتفاصيل الجريمة لأنه بعد ما زالت قيد التحقيقات، ولكن في شغلة استوقفتني بالجريمة اللي حكى عنها بلال حرفوش، وهي موضوع وضع جثة على شط بالبحر. وإذا بنرجع بالأرشيف لورا، يعني جثث مرمية بشاطئ المينا، بشاطئ خلدة، بشاطئ جبال، بشاطئ الهري، بشاطئ المينا، بشاطئ البحر بعكار أيضا. يعني دايما البحر عم بيكون ملاذ للمجرمين أنه يتركوا الجثث وراهم. أول سؤال ليه؟ تاني سؤال شو اللي ما بيعرفوه المجرمين عن الأدلة اللي ممكن يتركها البحر؟ أول شيء المجرمين، الناس اللي بيرتكبوا جرائم، هن ناس بيفكروا وقتا بيروحوا على البحر بيفكروا انه البحر بغسل الأدلة، يعني بيحطوا الجتة وبمفهوم المد والجزر رح يجي ياخد الجتة ويبعتها لبعيد وما رح نقدر نسمع عنها، وانه المي بتغير الأدلة الجنائية، مثل كأنه واحد راح غسل ايديه يعني بالحنفية من بعد ما تلطخوا بالدم او شيء من هالنوع. هولي شغلتين كتير غلط. المي المد والجزر بدل ما ياخد الجتة ممكن يرجعها، يعني بياخدها شوي وبيرجعها، ما بياخدها لبعيد. ومن ناحية المي، المي ما بتغسل الأدلة ولا بتنظف الجتة من الأدلة. شكرا لك ريتا. وبعد امرأة، زوج، عشيق، جنس، ثم جريمة. حين تدخل المرأة عالم الجريمة وتكون هي الرأس المدبر. بعد البريك.